قال وزير الخارجية السعودية عادل جبير إن المملكة العربية السعودية تعمل على قائمة من الشكاوى بشأن قطر وتتوقع تقديم القائمة قريباً جداً وفي كلمة للصحفيين في لندن قال الجبير ان قائمة الشكاوى التي تعمل عليها بالتعاون مع البحرين والامارات ومصر تحتاج لان تتعامل معها الحكومة القطرية وتعالجها. واكد وزير الخارجية السعودي ان على قطر ان تتوقف عن دعم الجماعات المتطرفة وهو ما يريده كل العالم وليس فقط الدول الخليجية. ونوه الجبير ان على قطر ان تتوقف ايضا ايواء المتطرفين والتدخل في شؤون الدول الاخرى مشددا على ان الدوحة لن تتجاوب مع المطالب الخليجية والعربيه حتى الان